ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرتنا بعنوان طفلك مشروعك، ومعانا الأستاذة أمل أنور أخصائية تعديل السلوك ومؤسسة مبادرة طفولة مرحلة للتأسيس للأطفال. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الحمد لله والله نورتيني. ربنا يخليك يا رب. كنت عايزاكي في الأول تعرفيني يعني ايه طفلك مشروعك. طيب احنا كأمهات تمام الاستثمار اللي احنا بنستخدمه في الحياة دي ولادنا تمام وكأي حد بيفتح مشروع بيبقى عايز المشروع ده ينجح، وعشان المشروع ده ينجح لازم نطور او نشوف المهارات اللي احنا المفروض ان احنا نتعلمها علشان ننجح المشروع ده او نطوره. لازم نطور المشروع ده تمام. طيب هنطور المشروع ده ازاي؟ لما نكون مدركين ان الطفل هيفضل طفل كل الاوقات او كل الازمنه، الطفل هيفضل طفل تمام. تمام يعني احنا دلوقتي عايزين نصايح بقى الامهات، وانت بص عايزه كل كلمه تطلعيها منك بقى تبقى نصيحه لكل ام قدامي ان شاء الله. ماشي ازاي بقى ايه ازاي نساعد الام ونساعدها ان هي تطور نفسها عشان تخرج لنا جيل، مش هقول طفل بقى هقول جيل. يعني مثلا الطفل انا مثلا ما اجي بنشئ الطفل لازم الاول بعمل ايه؟ بكون مدركه ان احنا مشاكلنا تمام هي نفس مشاكل، يعني احنا مشاكلنا مع اهالينا هي نفس مشاكل ولادنا معانا تمام. اذا ان الطفل هو طفل في كل الاوقات وفي كل الازمنه تمام كده تمام. طيب الفكره هنا ايه؟ الفكره هنا في المربي نفسه، هل المربي ده بيربي جسد ولا بيربي نفس بشريه؟ لو بيربي جسد احنا اوريدي كلنا بنعمل ده تمام. لكن لو هنربي نفس بشريه لا احنا كده بنربي صفات، يبقى احنا المفروض ان احنا يبقى هدفنا انا كأم اعلمه الصفات الكويسة او القيم اللي المفروض ان هو يعيش بيها في مجتمع ويفيد مجتمع ويطلع شخص محترم. انا بعلمه الصبر، الامانة، التعاون وهكذا. طيب المفروض انا كأم اعمل ايه علشان اطور من نفسي؟ هنا بقى السؤال. تمام المفروض اول حاجة احط ما اسعاش ان انا الام وانا اللي مفيش اي مشكله تمام وانت بقى كلامي اوامر بقى وكده بالظبط. لا الاوبشن ده بيبقى مش لازم خالص يكون عند الامهات، ولكن لازم اكون انا يعني عندي كده احط ايدي على المشاكل انا او اشوف ايه عيوبي انا تمام الاول وابدا اعدلها من نفسي بقى. ناخد دورات عن التربيه، نبدا نقرا كتب تخص الطفوله وازاي نقدر ان احنا نربي ولادنا ونثقف ولادنا. مرحله متقدمه مش بس اللي هو ان انا خلاص بعد ما اتجوز افكر ان انا اطور من نفسي بعد ما اخلف طفل ولا الكلام ده، لا المفروض ان يبقى التطوير من قبلها اصلا. بالظبط هي عموما هتبقى ثقافه، واحنا كامهات اصلا عندنا يعني عندنا الغريزه دي تمام. بس انا ام عصبيه احط ايه المشاكل عندي؟ انا ام عصبيه، انا مش صبوره، احاول اشتغل على نفسي وابدا اطور من نفسي. اوريدي احنا المفروض ان احنا كامهات او اي حد ان احنا طول الوقت نفضل نطور من نفسنا ونتعلم حاجات جديده. طيب انا كام ازاي اكون شخصيه ابني؟ تمام امتى اكون شخصيه ابني او شخصيه الطفل بتتكون ازاي؟ لما اكون برضو انا على وعي ان في فروق فرديه بين الاطفال، احنا كلنا مش زي بعض تمام. مش شرط عشان ابني الكبير يكون هو طلع هادي ومطيع يبقى التاني لازم يطلع هادي لازم يطلع هادي. ويمكن انا وانت اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ان مش شرط ابدا ان ده يبقى زي ده. لازم نفهم ان مش كل الاطفال زي بعض، في فروق فرديه بين البشر تمام. كمان مراكز الادراك، ودي بقولها كتير جدا للامهات، ان لازم اكون انا مش هعرف اتعامل معاكي غير لما اكون عارفه نمط شخصيتك ايه او طبيعتك عامله ازاي. طيب بالنسبه للاطفال لازم اكون عارفه الطفل اللي قدامي ده ايه مركز الادراك العالي عنده، هل هو مركز ادراك حسي؟ هل هو مركز ادراك بصري؟ هل هو مركز ادراك سمعي؟ وبناء على كده ببدا اتعامل معاه، مش فكره بس توصيل المعلومه. تمام. طيب انا لو في تحديات مثلا بتقابلني وانا بتعامل مع ابني ازاي اعالجها؟ يعني لو مثلا شفت سلوك يعني مثلا لو سلوكه مثلا غلط او في سلوك مش كويس، فاهمه السلوكيات الغلط ما اروحش فيه. امهات بتتعامل بقى ايه انت ازاي بتعمل كده، انت ازاي مش عارف ايه اللي هو انا ما بحاولش اعمل بقى في الحته دي اللي هي تعديل سلوك، لا انا كده بعمل ايه ده انا بزيد بطور بقى من عند. لو مثلا طفل عنيد انا لقيتك مثلا مامتي بتزعقي لي عملت سلوك غلط فانا بيزيد العند عندي، فاهماني؟ لكن انا مثلا كأم لا انا مش عايزه السلوك ده يتطور عند ابني فعالجه ازاي؟ طيب خليني اقول لك على حاجه، بس ان في امهات بتبقى
متسرعه، هي بتحكم اصلا على الطفل ان هو عنيد، هي اصلا بتحكم على الطفل ان هو عنيف، ما بتشوفش الاسباب. طيب هل يعني اخصائي تعديل السلوك ده بيعمل ايه في جلسه تعديل السلوك للطفل؟ هل يعني بيشيل سلوك غير سوي وبيحط سلوك سوي؟ لا اكيد لا، لا طبعا. طيب بنعمل ايه؟ بنشوف، بصي هقول لك على قاعده كده مهمه جدا، طفل زائد احتياج ناقص بيساوي سلوك مزعج. هقولها تاني. تاني. طفل زائد احتياج ناقص بيساوي سلوك مزعج. مزعج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا يعني كده ان في احتياجات، احنا عندنا هرم احتياجات انسانيه، تمام؟ طيب اول حاجه في الهرم ده الاحتياجات الفسيولوجيه بتاعتنا اللي هي الاكل والشرب، وده كلنا احنا بنعمله، اكل وشرب واللبس والسكن والكلام ده كله، تمام؟ تاني احتياج، احتياج الامان. الامان لازم احقق للطفل احتياج الامان. طيب احتياج الامان ده احققه له ازاي؟ احققه له من خلال الاسره. الاسره ما يبقاش جواها عنف، ما يبقاش جواها اهانات، الطفل ما يشوفش المشادات اللي بتحصل بين امه وابوه حتى في حاله الانفصال. يعني لو الاب والام منفصلين الموضوع ده لازم يتم بمنتهى الهدوء، ومهم جدا ان انا كأم اكون مدركه ان احساس الطفل في الوقت ده بيكون هو عنده احساس اولا فقد، تمام؟ في حاله الانفصال اول حاجه بتيجي في دماغ الطفل خلاص انا السبب. فمهم جدا ان احنا نحتويه في الوقت ده. دي الاحتياجات، احتياج الامان. طيب ثالث حاجه الاحتياجات الاجتماعيه. في ام بتبقى مثلا تجمع عيله، تمام؟ وتلاقيه كل الاطفال بتاعت العيله بتلعب وهي لا، هي حطاها على حجرها كده، تمام؟ ليه؟ طبعا ما ترجيش، ما ترجعيش بقى تشتكي ان هو انطوائي ومش بيعرف يدافع عن نفسه وان هو مش عارف يتكلم وبيتكسف خجول، كل دي اسباب بتؤدي لده، تمام؟ طيب المفروض ان احنا نعمل ايه في الاحتياجات الاجتماعيه دي؟ المفروض ان انا اخرجه للعالم الخارجي بعد 3 سنوات من عمر الطفل، تمام. المفروض بقى ان يفهم ان في حد تاني غير بابا وماما وتيتا واخواتي والبيت، نوديه ننزله بقى حضانه، بيبقى طبعا ننزله نادي، وبيبقى في متابعه من الام، تمام؟ اكيد طبعا. معانا اسماء من الدقهليه. افناء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. اتفضلي. عندي سؤال بس للأبلة أمل. اتفضلي. لو سمحت يا أستاذة. ألو. أيوة أيوة اتفضلي. أنا بسمع حضرتك كتير في الفيديوهات، حضرتك شرحك كويس جدا جدا وأنا بحبك جدا جدا، وبصراحة حضرتك ممتازة 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 يعني. حبيبتي ربنا. بس أنا عندي مشكلة. اتفضلي. مع بنتي، بنتي في الحضانة عندها 4 سنين ونص، تمام؟ مشكلتها في الكتابة، أنا بتابعها في البيت وأنا موصية عليها برضك في الحضانة، بس هي بتكتب من ورا، بتكتب الكلمة من ورا، بتكتبها من شقلب العكس. تمام. أي المشكلة دي عندي بقى بصراحة تعبانة قوي، مفيش فايدة، أنا بتابعها على طول في البيت، يا حبيبتي طب اكتبي من هنا واكتب معاها وامسك ايديها برضك، اسيبها بقى تكتب لوحدها، تكتب لي من ورا، تمام؟ حتى الحروف برضو تكتبها لي من ورا مش من اول السطر. بنشكر حضرتك، بنشكر حضرتك يا فندم، والدكتوره هترد عليك. طيب تمام. مشكله الخط، خلينا بقى نتكلم في مشكله الخط دي. مشكله الخط واللي بيكتب عكس الاتجاه، مثلا الجيم مثلا او الصاد اتجاهها كده، وانا عايزاكي بقى تدخلي في السؤال ده حاجه بقى. ان في امهات بتتعامل بتقول لك انا طفلي يعني ابني بيسمع كلام المس بتاعته اكتر مني، فانا عايزاك تدخلي دي برضه تشرحيها تبنيها بعدين، لان دي خاصه بدي، فاهماني؟ لا هما الاثنين سؤالين هرد عليهم. حاضر. هي اول حاجه مشكله الخط بالنسبه لاسماء او لغيرها مهم، وانا بعلم الطفل اعلمه الحرف باتجاهه الصح، تمام؟ وما اربطلوش الحرف بشيء معين، يعني ما ينفعش كتير قوي بيعلمه مثلا يعني مثلا الف ارنب ولا الكلام ده، ما ينفعش ان انا اعمل بكلمه طبعا. ليه؟ تمام. علشان لا، لما اجي امليه هبدا اقول له مثلا اكتب لي صاد، فيقول لي انهي صاد؟ اللي هي صاد صقر، اللي هي الف انهي الف، الف اسد. دي المشكله اللي احنا بنقابلها. لكن مشكله الخط لما اجي اقول له مثلا الجيم اهي، بصه كده على الكرسي ده، ولا بصه على صاحبك. فبالتالي لو هو قاعد في مكان تاني وفي كرسي الناحيه التانيه هيكتبها كده، تمام؟ فنحاول بقدر المستطاع ان احنا لما نعلم الطفل اصلا الاتجاه الحرف، نعلمه اتجاه الحرف بشكل صحيح وكتابه صحيحه. في فرق بين ان انا اخليه يرسم الحرف، في فرق ان انا اخليه يكتب الحرف، تمام؟ تمام. طيب معانا سمر من الجيزه. اتفضلي. ايوه ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
اتفضلي. بعد اذنك انا كنت عايزه اشكر ميس امل على المعلومات الجميله اللي بتقدمها وعلى كل الفيديوهات اللي بتنزلها على اليوتيوب، وفعلا كلها معلومات قيمه. هي مبدعه في مجالها بصراحه، وبتفيدنا في تربيه اولادنا. ربنا يخليك يا سمر، تسلمي. مش هذا بقى، تسلمي يا سمر، متشكره قوي. ومعايا بس بعد اذن حضرتك ممكن ابني بس يسلم عليها. اه طبعا، قاعد متابع الحلقه وكان بيصور لها فيديو دلوقتي. هو عند حضرتك كمان سؤال الاول تساليه للاستاذه امل؟ لا انا مفيش اي سؤال الصراحه، انا بس حبيت اشكرها. ربنا يخليك يا رب يا سمر، شرفتيني والله بجد وانبسطتيني. اشكرك على اتصالك الجميل ده، وهي اتبسطت بيه قوي يعني. لا انت شكلك كده حبايبي كتر ما شاء الله عليك، بس بجد انت اصلا مبدعه في مجالك. يعني انا عن نفسي تابعت الاكونت بتاعك ولقيته ما شاء الله عليه، يعني حتى المعلومات مفيده. فانا عايزه بقى ايه تقولي لي، امهات كتير بتسال ازاي اتعامل مع طفلي واخليه زي ما بيسمع كلام المس يسمع كمان كلامي، يعني بيتعبها في البيت سواء في حل الواجبات. بصي هو ده برضو سلوك، تمام. فخلينا برضو نرجع لنقطة السلوك، لأن احنا هنطمحه ابني عنيد عنيف ما بيسمعش الكلام، ما دي برضو نقطة ان هو ما بيسمعش الكلام. تمام. فاحنا قلنا نرجع للقاعدة بتاعتنا ان طفل زائد احتياج ناقص هيولد لنا ايه؟ سلوك مزعج. طيب احنا وصلنا لحد الاحتياجات الاجتماعية، وقلنا ان احنا المفروض بعد سن 3 سنين نخرجه بقى للعالم الخارجي. اعمل ايه في الوقت ده؟ طب انا ابني راح حضانه، المفروض اعلمه ايه في الحضانه؟ اعلمه يكون صداقات عشان ما يبقاش انطوائي، اعلمه ازاي يختلف مع اصدقائه. دي في ام تيجي تقول لي انا مش عارفه ازاي اخليه يدافع عن نفسه، بيجي لي مضروب. تمام. طيب رابع احتياج معانا هو احتياج التقدير. كتير جدا مننا يا جهاد عندنا تدني في الذات. ليه؟ علشان كتير مننا كانت امهاتنا زمان كانت تعمل ايه؟ كانت مثلا ممكن تحرجه قدام الاخرين، يعني احراج مثلا. في امهات للاسف يعني بتدعي على اولادها، مثلا يجي يقول لها ماما شوفي رسمت رسمه عامله ازاي، فتقول له يعني مش عارفه بيقولوا ايه، يا ما جاب الغراب لامه زي ما بيقول، حاجه زي كده. فبتستهون باي حاجه هو بيعملها. تمام. لا، تقدير ان احنا نقدره، اهتمام. يعني انا لو جبت لك مثلا اهتمام لابسط حاجه، لو جاب لها مثلا اي حاجه حتى لو هي شايفاها في نظرها تافهه او يعني مش مستاهله الرياكشن، هي مثلا لا ده جميله قوي ده مش عارف، لا ان هي تدي الانطباع ده بالظبط. رسم رسما نعلقها له، كل ما حد يجي يبص حماده عمل ايه وانبهروا بقى وحاجات زي كده. نبدا نجيب له هدايا، عارفه المسطره. لسه هكلم. لو حافز للطفل، يعني الكلام ده للامهات، لو حافز للطفل اللي هو الصغير، لو انا جبت له حتى كيس بونبوني او حاجه انا يعني بعملها حتى في البيت، يعني نظام ان انا بجيب هدايا. تمام. وكل يوم بعمل معاه حاجه. جميل. ولو لقيت سلوكه مش كويس، فاهمه، او عمل سلوك غلط، فهماني، اقلل، احاول لا طب نعمل كذا، ولو لقيته لا استجاب لي كلامي وعمل سلوك لا بحاول يعدل من نفسه ان هو يعمل يبقى احسن. تمام. لا ياخد جايزه ما اعرفش ايه، فده حافز ليه، لان الاطفال بتحب الحافز. بالظبط. الاحتياج بقى اللي بعد كده هو احتياج الانجاز، ان هو يحس ان هو عمل حاجه. بس هو لقاءنا النهارده لقاء متابعينك، ربنا يخليك والله العظيم زي ما بكلمك، لقاء متابعينك. معانا ام احمد من البحيره، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ايوه كنت لو سمحت عايزه اكلم بس اتفضلي. هي سامعاك. اي مس امل، ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. ربنا يخليك يا رب، تسلمي. عند حضرتك سؤال؟ انا ابني 6 سنين و هو دلوقتي في معهد، كان اولى معهد، وبصراحة بيغضبني بكتير جدا في نسبة واجباته، او ان كنت متعقدة انا مش رايح، هو كل شوية درس، هو كل شوية مدرسة، وبيتعصب جدا. ما احنا لسه بنتكلم اهو في السؤال ده، في النقطة دي. بيتعصب جدا، مش عايز مذاكرة ومش عايز حفظ، عشان هو المعهد عايز حفظ، هو مش عايز عزل ومش عايز مذاكرة، مفيش حاجة خالص. تمام. وفي نفس الوقت اخته عندها 4 سنين برضه نفس المشكلة، ان هي مش بترفض تكتب ورايا، او ان انا مش عارفة الصراحة اعلمها الطريقه الصح، ان انا اعلمها الف باء إيه مثلا 1 2، ان انا ابدا منين ارتجل مش عارفه. تمام.
بشكر حضرتك فندم على اتصالك، والاستاذه امل هتجاوب على حضرتك. طيب فكره ان هو عصبي ومش بيحب المذاكره دي مشكله يعني كل الامهات بتعاني منها. طيب نرجع تاني نقول برضو ايه السبب، دايما نقول للام كده شوفي ايه السبب عشان نعرف نحل المشكله. يعني دلوقتي في مشكله، طيب ايه سبب المشكله دي؟ تمام، هتلاقي دايما الطفل ام احمد وغيرها، هتلاقي دايما الطفل اللي بيزهق، طفل مش عايز يذاكر وبيتعصب، خلاص انا لو يعني انت لو مش حباني هتجيبيني؟ لا طبعا. بالظبط كده، هي الموضوع كله بيتمحور في البدايه الصح، ان انا اول ما بدات معاه عنفت، قلت له تعالى واقعد واكتب ويقعد مثلا ساعتين ثلاثه على كرسي، واصلا الطفل بطبيعته جدا ملول. تمام، ففكره ان احنا نبدا بدايه صح مع اولادنا دي شيء مهم جدا. حاولي بقى، طيب اللي بداوا بدايه غلط وزي ام احمد كده والولاد، هنحاول بقى ان احنا نشجعه، هنحاول ان احنا نربط له المذاكره دي تمام بحاجه حلوه. هو دلوقتي رابط المذاكره بألم نفسي، انا هقعد وهقعد اكتب كتير وهزهق وهتضايق ومش عارفه ايه وكده. لا، طب انت هتقعد وهنحكي الحدوته مثلا، احنا مش هنذاكر ولا حاجه، نربط له المعلومه بحواديت باغنيه، نحاول نغير من شكل القعده اللي احنا بنقعدها. تمام تمام بس. طيب والله بجد معلوماتك يعني ما شاء الله عليكي، مبدعه في مجالك، ودي حاجه يعني انا شايفاها في شغلك، في اجتهادك، حتى في ردك على اسئله معايا. ربنا يخليك. عشان كده في سؤال بقى، ايه امهات كتير، وده سؤال المشاهدين مش سؤالي انا بقى، ده سؤال المشاهدين. تمام كتير قال لي اسالي استاذه امل الاطفال فتره الكورونا. تمام خاصه دلوقتي بقى اللي هي حوار ان في موجه تانية وخوف الامهات والكلام ده. فالموجه الاولى لما جت علينا الاطفال اتحبست في البيت، فعمل لها ضغط وملل. فازاي الام، طبعا احنا في الايام العاديه عارفين ان احنا بنشتغل معاهم بانشطه بقى، ومثلا حتى في اكثر حاجه ان احنا بنطلع خروجات الكلام ده هو كمان غير العامل النفسي اللي سببته الكورونا، كمان الاطفال اللي راجع ناسيه. بالظبط، اللي كان بيروح حضانه قعد، واللي كان بيروح مدرسه قعد. بس نعالج الضغط بقى والملل ده ازاي؟ طيب هنعالج الضغط والملل ده ازاي؟ نحاول بقى بقدر المستطاع بتاعنا نملى وقتهم باشياء مفيده، نشوف بقى الحاجات بتاعتنا بتاعه زمان دي، بدل ما نكون ماسكين الموبايل، لا احنا ممكن نفضل نرسم، نجيب بقى في حاجه اسمها ورش تفاعليه كده او انشطه تفاعليه للاطفال. انا هرجع لك في ورش تفاعليه، لان بصي المصطلح نفسه ناس كتير عايزه تعرف يعني ايه ورش تفاعليه. تمام، بس معانا الاستاذه نهى من هنا، لاني متابعينك من جميع المحافظات ما شاء الله عليك يعني. الحمد لله. فاهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حقيقي أول مرة أكلم حد على التلفزيون. نورتيني. بصراحة أنا من متابعين ميس أمل، وأنا مدرسة أصلاً، درست ابتدائي إنجلش، وأنا مستمتعة بأسلوبها في الفيديوهات وحاجات كتير أنا استخدمتها بعد إذنها يعني. أسلوبها جميل. ده شيء يشرفني والله. نتيجة خالص، نتيجة حلوة خالص معايا في الشغل. اللهم لك الحمد. يعني هي انسانه جميله جدا وتصرفها رائع، انا بكلمها من اخر الدنيا يعتبر. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، انا مبسوطه اني سمعت صوتك ومكالمتك دي والله على راسي، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. وده شيء يشرفني ان اي حد، طبعا انا بعمل الفيديوهات دي ليه؟ لان هي فعلا المهنه بتاعتنا دي مهنه فعلا رساله، ان فكره انك انت يعني تعملي عمل زي ده وهتروحي تقابلي ربنا بيه، فيا ربنا يا رب يجعل ميزان حسناتنا يعني. ابتغاء وجه الله يعني. طبعا. مش اللي هو طبعا. فمش بتضايق ابدا ان حد يقولي انا عملت شغلك، او هو زكاة العلم النشر. زكاة العلم النشر او تبليغه كله طبعا. تمام. زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال، فدي حاجه بتبسطني جدا ان معلمه تقولي انا خدت مثلا فكرتك او خدت شرحك وبدات ان انا اشرح للاطفال، فده حاجه بتسعدني جدا. عايزين نشوف بس الأستاذة نهى قبل لو كانت معانا على الخط، لو عندها سؤال تسأله لحضرتك. فصلت. بشكر حضرتك على اتصالك أستاذة نهى. نرجع بقى لكلامنا، وعايزين نعرف يعني ايه ورش تفاعلية مع الأطفال، ازاي الأم في البيت حتى بغض النظر سواء كورونا أو غير كورونا. طيب. ازاي الأم الأطفال الأم مع الأطفال في البيت تعمل معاهم ورش تفاعلية؟ طيب كل الأطفال اللي في الكون بيحبوا جدا الرسم، بيحبوا جدا الحاجات اللي هي ملموسه. لسه بكلمك على مراكز الادراك، وقلت لك ان في طفل حسي. يعني ايه طفل حسي؟ هي المعلومه بتوصل له عن طريق مكت، عن طريق مثلا لوحه. طيب هي دي الورش التفاعليه. دلوقتي في حاجات كتير قوي ممكن نعملها للطفل
تمام. زي مثلا يعني في خامات معينه زي قماش الجوخ زي الفوم زي كده، ممكن بقى نعمل له اشكال ويبدا يفك ويركب، مثلا يفك ويركب الحروف، حاجات زي البازل. وفي حاجه امل برضو، عارفه انت ممكن بالفوم والحاجات دي انا استخدمها في حاجه تانية بقى، اللي هي إيه؟ ان احنا عندنا مناسبات، صح؟ صح، مناسبات دينيه زي المولد النبوي مثلا، مناسبات زي عيد الطفوله، صح، زي العيد الكبير مثلا، الحاجات دي بالزبط. ان انا ممكن استخدم ان انا اعمل وسائل للطفل دي بتفرحه جدا طبعا، يعني بتفرق حتى في العامل النفسي مع الطفل اكيد. ما هو احنا ليه بنقول بقى نحب المذاكره من كده او نحب الحضانه من دي؟ ما هي الطفل طول ما هو مستمتع تمام هتلاقيه بيتلقى منك اي معلومه انت عايزاها، حتى لو معلومه دينيه، طول ما هو مستمتع ومبسوط وفرحان خلاص يبقى يدخلي له ادخلي له بقى من المدخل ده، طالما هو مستمتع بكده خلاص نشتغل كده تمام. المهم ان احنا نحقق هدفنا. ايه هدفنا؟ ان احنا نوصل المعلومه صح. طب في بعض الامهات بتعمل مقارنه ما بين الطفلين، هل ده صح؟ يعني مثلا عندي ابن الكبير ابن الصغار، بتعمل مقارنه ما بين الاثنين، ده بيخلق طبعا اكيد اللي هو بصي زي اللي طب انت بتحبك اكتر مني، طب هو ده فاهمه، حتى هما الاثنين بيبقوا شايلين من بعض. ما احنا لسه بقى بصي، هو طبعا اكيد طبعا الشيء ده غلط، وطبعا على اي يعني لازم الام هو تكون واعيه ان في فروق فرديه بين الاطفال. يعني في طفل هو هادي وفي طفل هو مطيع تمام. يعني يمكن انا كنت لسه عامله لهم فيديو على القناه بقول ان في امهات تجيب توأم، فهي عشان متخيله ان هما توأم تمام يبقى هما الاثنين زي بعض تمام. هو ده مريح، وواحد مريح مثلا ومطيع جدا، والتاني شقي وعنده قرار، بياخد قرار ولازم كلامه يتسمع وشخصيه قويه شويه، فتلاقيها عندها ميول اللي هو شخصيته قويه قوي، لا للشخصيه الهاديه بقى، ما هو اللي مريحها. لا، وفي امهات بيبقى عندها ميول للتاني، وفي امهات بيبقى عندها ميول للشخص ده، هو مش ميول بس تعمله حساب يعني. دايما احنا اصلا دايما الطفل اللي هو بالظبط شكلك انت عندك الطفل ده وانا كمان، وكل يعني دايما هتلاقي حتى الطفل التاني على طول كده. ففكره ان انا اقول مثلا لا احنا لازم نتعامل ان ده شخص وده شخص، ده حد وده حد. حتى بقول ايه، ان احنا مش يعني مش لازم ابدا نجيب لهم لبس زي بعضه. طبعا قلت ده في وقت يعني مثلا في سن صغير لازم نجيب بقى اللبس شبه بعضه او حاجات متشابهه، مسطره زي المسطره. انتي هتدرسي معانا النهارده؟ لا، في مداخلات كتير ما شاء الله عليكي. استاذه نهى كمان رجعت اتصلت تاني. ازيك استاذه نهى؟ اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش والله انا كنت بس عايزه الاستاذه امل سؤال. اتفضلي. بنتي عندها 9 سنين وهي كان عندها مشكلة يعني في موضوع استرس الانتباه شوية أو ضعف التركيز. تمام. وفي مشكلة تانية إن هي بتحب الحب، بتحب تمسك الأقلام الرصاص بشكل غريب، يعني عايزة بتحب إيه؟ معلش عيد السؤال ده تاني. بتحب إيه؟ عيد السؤال تاني. الأقلام الرصاص يعني بتحب الأقلام الرصاص، يعني عندها حب ليها غريب يعني. بتحب الأقلام الرصاص؟ أنا سمعت الأقلام الرصاص. ما أنا سمعتها كده برضو. بتحب الأقلام الرصاص يعني؟ جدا. انا كمان يعني كل يوم عايزه انا عندي في الفيديو ده 3 قطع اقلام رصاص وبط، وعايزه كل يوم. طيب ايه المشكله في ده؟ يعني مشكلتها بتكسرهم مثلا يعني، ولا بتستخدمهم؟ هي مشكلتها بتكسرهم يعني ولا بتستخدمهم؟ لا ما بتكسرهمش، بتستخدمهم، بتحب يكون جنبها كده. وهي الست ممكن يكون 4 اقلام جنبها، ممكن وهي يكون في المجموعه بتاعتها 3 4 اقلام برضه، تروح بيهم اقلام. طب هي المشكله كانت مره ايه؟ ماما ما تاخدوش تاني، ده مره ما ينفعش اكتب فيه، وده خط حلو، ده خطه احلى. وكل ما تطلب من حد هدية ولا طلب عايز اقلام رصاص، انا اعمل ايه في المشكله دي؟ هاتي لها قلم رصاص. دي مش مشكله خالص، مش مشكله خالص. لا حضرتك يعني لا واصله معايا بشكل مشكله، ان هي حضرتك يعني انا مش هجيب اقلام، مش مشكله عندي اجيب كل يوم، قال لي 3 اقلام في البيت اشكال بعض، ومع ذلك عايزه غيرهم وبتجيب غيرهم. يعني هي دي مشكله ولا اتعامل معاها؟ مره حضرتك انا كسرت لها اقلام منهم انهارت، بكت بكره هستيري علشان كسرت القلم ده. بس هي ماما حرام عليكي، وكل كلام كده غريب. فالموضوع ده حاسه ان هو خلاص يعني سبب خلاص. احنا كده فهمنا. احنا كده فهمنا السؤال، والاستاذه امل هترد على حضرتك. وبشكر حضرتك جدا على الاتصال. تمام.
طيب خلينا نتكلم الاول عن تشتت الانتباه. تشتت الانتباه يعني ايه؟ تشتت انتباه يعني درجه انتباه كويسه جدا بس مدتها قليله. تقعد مثلا يقعد مثلا اول 5 دقايق يقول لك انا عايزه ادخل حمام. بصي المكان، بصي المكتبه دي مش لازم انضفها المكتبه دي دلوقتي حالا. بصي بابا عايزني من ده. معلش انا تعبان صدعت، معلش انا دماغي صدعت، انا ايدي وجعتني. يعني درجه الانتباه بتكون كويسه جدا ما فيهاش اي مشكله. تمام. فبس مدتها قليله. طب ايه الحل في ده؟ ان احنا بنلعب اثناء المذاكره بنلعب. تمام. احنا طبعا الاطفال يعني بيحبوا جدا التحدي او المسابقات. صح كده. طيب هجيب ورقه وورقه. تمام. وهنفضل انا وانت نعمل الواجب مع بعض. خلاص. طيب انت كتب، يبقى ده انت اشطر مني بقى، استنى كده واعمل نفسي ان انا مش عارفه اكتب. طب دي بتتكتب كده ولا انا كده صح ولا غلط؟ هيبدا يقول لك هو لا مش بتتكتب كده، انت مش عارفه يا ماما، لا بتتكتب كده. وهنبدا في يعني وقت قصير جدا خلاص كده خلصنا الواجب ووصلنا المعلومه ولعبنا وحببنا الطفل في المذاكره. كل يوم هيجي يقول لك ماما مش هنعمل واجب، يلا بقى عشان نعمل الواجب يا ماما. ليه؟ عشان ربطه هو بلعب. تمام. طب الالعاب دي بتنفع مع كل الاطفال ولا في يعني مثلا بتختلف؟ طبعا بتنفع مع كل الاطفال، لان كل الاطفال يعني بتحب المسابقه، بتحب روح انا اللي هكسب. تمام. ونحاول بقدر المستوى ما تبقاش بقى رتم واحد بقى كل يوم نعمل الحركه دي، نحاول احنا ننوع بقى بالظبط. موضوع الاقلام الرصاص، هي بنوته بتحب الاقلام الرصاص دي، ماشي دي حاجه حلوه جدا، بس يعني انا مش شايفاها مشكله خالص. لا هي شايفه مشكله ان هي، طب هل كل يوم تشتري يعني مثلا قلم رصاص كل يوم تشتري وتعمل؟ ما انا لسه هكلمك في النقطه دي، ان فكره ان هي بقى هي اللي متضايقه من ان هي عندها قلم رصاص كتير. طيب احنا كنا من شويه بنتكلم على ايه؟ كنا بنتكلم شويه على الوسائل. تعملي ايه؟ تقصي على شكل دبدوب وتقومي لازقاه لها على قلم. تمام. مش عارفه شكل نجمه يعني. وتقومي لازقاها لها. حاولي تزيني القلم. تمام. هو نفس الاقلام بس كانك برده جبتي اقلام جديده. تمام. او هي تساعد ان تشاركها معاها يعني. بالظبط. طبعا اكيد نشارك مع بعض اكيد، بس خلي بالك من المقص والحاجات دي عشان ممكن تتعور ولا حاجه. طيب هل تشتت الانتباه ده ممكن يبقى مع الطفل لما يكبر، يعني يدخل مثلا على المرحله الاعداديه المرحله الثانويه الكلام ده يفضل معاه لحد ما يكبر كده ولا لا؟ لا لا طبعا بيقل. لو هو بيكبر يبقى اصلا يبقى في مشكله اساسا في الانتباه. تمام. بعد ثانيه ابتدائي بقى، بعد ثالثه ابتدائي، رابعه ابتدائي. طب هو مشكله تشتت الانتباه ده وراثي ولا عادي مكتسب يعني؟ بصي خلينا عشان امهات كتير لو انا قلت وراثي، ولو قلت في امهات بتبقى يعني يعني بتخاف جدا. فلا كل الاطفال بتبقى محتاجه اكتر ان هي يعني ايه نشد انتباهها. تمام. لكن هو مش بيبقى حاجه وراثيه، مش بيبقى مرضي يعني، فاهمه؟ تمام تمام. طب انت زي ما قلت لك كده متابعينك كتار يعني الحمد لله. ان شاء الله ان الحلقه دي احنا هنعمل حلقه بعد كده هنضم فيها المتابعين بقى وكده. احنا هنضمهم وكل واحده تسالك سؤال. معانا ايمان من اسكندريه، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم مع استاذه امل؟ اتفضلي. الاسئله اللي عندك كلها اطرحيها بقى، هي قاعده النهارده مستمعه وبتجاوب على الاسئله وبس. اتفضلي. تمام ماشي. اهلا بحضرتك يا استاذه امل. ازيك عامله ايه؟ اهلا بيك انت. الحمد لله. والله انا متابعه حضرتك من اسبوع بس بصراحه يعني اتعلمت من حضرتك والله. ربنا يخليك يا رب. حبيبتي تسلمي. معلش كان عندي سؤال لحضرتك بس. اتفضلي. انا دلوقتي عندي بناتي 3 سنين ونص. تمام. فانا اضطريت اقعدهم لان الدكتور قالت لي مناعتهم ضعيفه وكده وما ينفعش توديهم حضانه. تمام. انا عايزه اعرف ده صح ولا غلط؟ هما 3 سنين ونص، انا قلت ممكن اوديهم مثلا على الصيف اللي جاي باذن الله، فده غلط ولا صح كده؟ مش عارفه. يعني هي الطبيب او الدكتور هو اللي بيكون مناعتهم. طالما هي قالت لك ان هي مناعتهم ضعيفه يبقى هي اكيد اضرب حالتهم. تمام. ولكن احنا هل يعني هنا السؤال بقى ان هو حتى لو قعدوا، طب اعمل ايه لو قعدوا؟ دورها هي بقى اللي بيبقى الاكبر. دورك انت بقى. هنعمل ايه في سن ال3 سنين ونص ده؟ مرحله ما قبل الكتابه، حاجه اسمها بري رايتنج كده. تمام. هنبدا معاهم حاجتين، تنميه مهارات. تنميه مهارات دي بتبقى عباره عن ايه؟
ان احنا ننمي المهاره اللغويه عندهم، نبدا نشتغل معاهم اورال كتير جدا، يكونوا عارفين الـ 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 الالوان بالانجلش مثلا والعربي، يكونوا عارفين الاشكال هم حروف دلوقتي كلمات علينا الحمد لله عارفين أرقام. دلوقتي الالوان وكده ممتاز جدا. ونبدا ان احنا نقوي عضلات ايديهم، نقوي عضلات ايديهم ازاي؟ من خلال صلصال. صلصال في تدريبات الاسفنكه دي، في اللي هي الاستك ده عشان نعلمه ان هو يكتب. الاول لو في اسئله عندها تانية، في اسئله عند حضرتك تانية؟ الله يخليكي، شكرا، شكرا جدا، نورتيني باتصالك، شكرا لحضرتك يا فندم. تمام. بصي انا عايزاكي بقى ايه تقولي لي نصايح امهات كتير وما شاء الله عليكم متابعين كتير، فاكيد كل واحده فيهم مستنيه ان انت تقولي نصيحه. عايزاكي توجهي نصايح لكل الامهات اللي بتتفرج علينا دلوقتي، ومش بس الامهات كمان المعلمات. تمام. المدرسات سواء حضانات سواء مدارس. حاضر. هتكلم مع المعلمات الاول. تمام. اولا احنا اصحاب رساله يا جهاد. تمام. حطي في دماغك انك انا هوصل الاثنين بالصبر. تمام. ان انت ام قبل ما تكوني معلمه، واللي هتعمليه مع اولاد الناس هيحصل في ولادك. فشوفي انت حابه ولادك يتعاملوا ازاي لما يروحوا مدرسه وانت مش معاهم. تمام. واعمليه في اولاد الناس، دي اول حاجه. تمام. تمام. والمعلمه الشاطره اللي دايما تطور من نفسها وتشتغل على نفسها وتبدا ان هي تبتكر، خلي بالك مش تقلد، لان دايما اقول للمعلمات ايه، ان التقليد بيدعو للسخريه. لو انا قلدتك في طريقه لبسك او طريقه كلامك الناس هتضحك. تمام. صح. لكن لو خدت مثلا محتوى شرح معين واشرحه انا بطريقتي. تمام. اخدت فكره وبدات ان انا اطور منها وابدع فيها، صدقيني ممكن كمان اعديكي فيها كمان. تمام. طيب بالنسبه للام، الصبر برضه هوصيها بالصبر، انك انت ما تشوفيش نفسك كامله بالظبط، ما تستضعفيش ابنك، لان يعني احنا ليه بنعنف ولادنا؟ ممكن نعنف مديرنا في الشغل مثلا، ممكن نعنف مثلا يعني لو زوجك في البيت ممكن تلطشيه بالقلم مثلا. لا طبعا اكيد لا، صح. لكن فكره ان انت ما تستضعفيش الطفل لان هو مش قادر ياخد حقه منك، بالعكس، ان حطي في دماغك ان طول ما احنا بنصبر صدقيني هتاجري على الصبر ده. فكره ان الام تكون واعيه برضو ده مهم جدا، دايما دايما اقري كتير، دايما يعني شوفي لو عند ابنك مشكله شوفي اساسها ايه، اساس المشكله دي انا ولا ابني. تمام. ولو انا لازم اطور من نفسي، لو انا لازم احل مع نفسي انا المشكله. تمام. افصلي. افصلي ضغوط الحياه، ما تبقيش انت متضايقه من البيت والشغل وصاحبتي يعني مش عارفه عملت معايا ايه، ابدا اطلعه في ابني، ادي ابنك وقته وحقه، وان شاء الله ربنا يا رب ينبتهم نباتا صالحا يا رب. انا بشكر حضرتك على الحلقه الجميله دي، فعلا كانت حلقه مميزه واستفدت كتير منها، ومشاهدين ما شاء الله لما حاسه ان هم كمان مستفادين ومبسوطين. وان شاء الله على وعد ان احنا ان شاء الله يتجدد اللقاء باذن الله قريب ان شاء الله باذن الله. انا كنت مبسوطه جدا معاكي والله، وانت حد مريح جدا يا جهاد، وفعلا بجد انا حاسه ان احنا قاعدين قعده امهات. ربنا يخليك. متشكره جدا لكل المتابعين، ويا رب دايما تكونوا دعم كبير ليا. كده تكون حلقتنا انتهت، انتظرونا في حلقه جديده من حلقات ساعه مع جهاد يوم الاثنين الساعه 7 مساء.